اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم وانا واقف برضو قدام الفرخه اهوت، واقف كده جنب منها كده، حاسس ان انا ديك عشان تخاف مني. بص بقى، طبعا في هنا فاصل اهو، شايفين الحته البيضه دي اهيت، في فاصل ابيض هنا اهوت بنزل عليه بالراحه خالص، تمام. وفي هنا برضو نفس الحكايه، فاصل ابيض اهوت بنزل عليه بالراحه كده، شايفينه؟ يبقى انا كده ايه، عندي جناح. دي طبعا ما بستخدمهاش. اليمه التاني شايفين ديت اهو، الحته دي ببدا انزل برضو عليها كده، تمام. اخش هنا الحته في شريط ابيض اهو، بقوم جاي نازل عليه، بصوا اهو، بقطع حته صغيره بيظهر معايا الايه اهو، شايفين بيظهر معايا الفاصل، الحته اللي هو الغضروف كده، تمام. بشوف بقى، انا عندي طريقتين اتنين افتح بيهم الصدر ده. اول حاجه ممكن اعمل كده، تمام، وبنزل زي ما انتم شايفين كده، بمشي جنب اهوت بالراحه اهو، كده بيجي عندي هنا المفصل اللي هو ده، شايفينه دوت اهو، هوريه لكم اكتر اهو بالراحه اهوت خالص. عندي في حته اللي هي ديت، شايفين دي، ببدا بالراحه، ادي المفصل اهوت قدام منكم، ادي عندي، ادي صدر. في طريقه تانية للصدر، بعمل كده وبحرك ده، تمام، بيظهر معايا المفصل هنا اهو اهوت، بسم الله. ببدا ارجع لورا هنا شويه واخد حته من النص من هنا، مش للاخر زي التاني كده، وابدا كده اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اشد ده، بسم الله. ايه اللي بيحصل معايا؟ اللي بيحصل معايا ان بيطلع معايا الصدر من غير الفليه بتاعه، ادي الصدر التاني، شايفين ديت بقى، ادي حته من الفليه لوحدها اهيت، انا ما طلعتش معايا في الاول لان انا كنت اوريكم طريقتين اتنين دلوقتي في الخلية بتاع الصدر اهو، ده حته فيليه لوحدها. في هتلاقوا في هنا في ديت، ده الفيليه متصل اهو بيه، يبقى انا عندي حتتين اتنين فيليه، وعندي ورك وعندي ورك وعندي صدرين اتنين. طبعا القفص دوت انا هعمل بيه ايه؟ لو عندي مثلا طاجن، لو عندي اي حاجه انا شغال عليها مثلا، بقوم جاي طبعا ده بيتغسل غسله حلوه، وبتحط فين؟ معاها بينزل التتبيله بتاعتها، ممكن اعمل منها شوربه، احلى شوربه. نغسل ايدينا ونشوف ايه اللي في الفرن. حلو قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، نركن ديت شويه، ننزل بديت تحت الحين الاستخدام بتاعها، لو عندي شويه شوربه ولا حاجه، ارجع بدي كده وابدا اشوف انا هعمل ايه مع الفراخ دي. انا عندي، اجيب منديل، اقفل الفرن بتاعي، في بقى انا ممكن اعمل حاجه حلوه، اجيب شويه الفلفل اشغل على النار بتاعتي، يا دوبك بس اعمل ايه، لفه بسيطه كده لشويه فلفل، احطهم تحت الايه، تحت الفراخ بتاعتي، شويه زيت،
الناس كرهت شغل الطاسه والحاجات ديت، مش هشتغل والله، مش هزود الكلام قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية السمسم بتوع دول هستخدمهم. عايز انا شوية ورق بقدونس. اغسل السكينة بتاعتي غسلة حلوة. اخد بقى كل البقدونس زي ما هو كده بجذوره كله كده، افرم بقدونس فرمه حلوه، هلف شويه الفلفل دول معاهم شويه البقدونس معاهم شويه سمسم على النار، هيدوني طعم حلو قوي مع السمسم. يبدأ بس ايه ريحة البصل تبدأ تطلع. لو انا عايز اسرع معاه ببدأ انزل عليه بشوية ملح اتبله. ما انساش ان انا عندي شوية من ايه من الفرسة بتاعتي دي، انزل بالفلفل. هقلب التتبيله دي كلها بقى. بقدونس دايما اي حاجه خضراء بتنزل امتى؟ في اخر او بعد ما الصوص بتاعي يتسبك على ان هو ما الخضار بتاعه واللون بتاعه ما يروحش منه. شويه من اكسير الحياه. اغسل ايدي. شويه من السمسم. انا ما استخدمتش زيت سمسم طبعا. كل ده دلوقتي هيتوغل مع بعض ويديني الطعم اللي انا عايزه. اسيبه اقل من دقيقه، نظف المكان بتاعي وابدا اشوف انا هقدم الطبق بتاعي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نحط شوية البهريز دول، شوية الصوص الصغيرين دول كده على الطبق بتاعنا عشان يدينا احلى لمعة.
واحلى شغل. ننظف مكاني عشان هو عنوان. عملنا مع بعض ايه النهارده؟ عملنا فراخ صيني سريعه خفيفه وشكلها حلو كده، وتعلمنا مع بعض ازاي نقطع او نخلي الفرخه. هو مش خلي كامل يعني بالمعنى الاصح، بس اتعلمنا ازاي حتى نقدر نفصص الفرخه قطع مظبوطه ما تبقاش مهريه مني، واقدر اطلع منها اي جزء انا عايزه. ان شاء الله كل وصفاتنا وكل مقاديرنا موجوده فين؟ على الويب سايت بتاع احلى قناه، قناه ست البيت. نتمنى دايما نسمع صوتكم لان صوتكم يهمنا. ولو انت المطبخ غاوي هتركز مع مين؟ هو مين؟ هو الحاوي. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم.